مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في جولة جديدة من جولات كاميرا الجزيرة مباشر مصر في محافظات مصر المختلفة. جولتنا اليوم مشاهدينا من محافظة القليوبية، تحديدا من قرية كفر عطلة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية. يعاني أهالي هذه القرية من وجود هذا المصرف الصحي، مصرف أبو الأخضر للصرف الصحي. هذا المصرف مشاهدينا يمتد من منطقة مسترد بالقاهرة مرورا بالعديد من القرى انتهاء بقرية أو منطقة بحر البقر بمحافظة الشرقية. يقول أهالي هذه القرية، قرية كفر عطلة، أنهم يعانون من وجود هذا المصرف الصحي الذي يتسبب في انتشار العديد من الأضرار والرائحة الكريهة، فبالإضافة إلى انتشار البعوض والناموس يتسبب أيضا في العديد من الأمراض، وذلك بحسب أهالي هذه القرية، قرية كفر عطلة، حيث أكد عدد من الأهالي انتشار مرض الفلاريا أو داء الفيل الذي يسببه وجود هذا المصرف الصحي. مشاهدين، أود أن أشير أن الرائحة هنا، رائحة هذا المصرف، رائحة كريهة جدا لا تطاق. الكثير من سيارات أو عربات الصرف الصحي تقوم بالصرف في هذا المصرف، أيضا عدد كبير من الأهالي يقوم بإلقاء الزبالة والقمامة في هذا المصرف الصحي. أيضا مشاهدينا، هذا المصرف الصحي في قرية كفر عطلة يوجد بجواره تماما الوحدة الصحية للقرية. هذه الوحدة الصحية توجد أمام هذا المصرف الصحي، ويقول المسؤول عن الوحدة الصحية أن الغازات والرائحة التي تنبعث من هذا المصرف الصحي تسببت في إتلاف العديد من الأجهزة الطبية داخل هذه الوحدة الصحية، واستجابة لشكاوى أهالي قرية كفر عطلة من وجود هذا المصرف، كاميرا الجزيرة وباشر مصر قررت أن تأتي إلى قرية كفر عطلة لترصد هذه المعاناة، معاناة وجود هذا المصرف الصحي، مصرف أبو الأخضر. مع الآن عدد من الأهالي، تعرف بيك. عبد الناب بطاح. يعني أستاذ عبد النبي، اشرح لي قصة المصرف، مصرف أبو الأخضر، والشكوى اللي انتوا بتعانوا منها من وجود هذا المصرف. المصرف ده جاي من مسترد مسلم لبحر البقر، ومن بحر البقر مكان بيرفع بينقل مية. المصرف ده جميع المجاري متوصلة عليه، جميع البلاد من مسترد والمدن متغطية، من الأرياف اللي هم الفلاحين مكشوفة، يعني الفلاحين مكشوفة، بيجيب الأمراض، بيجيب الملاريا، بيجيب الناموس، والناموس ما الوحدة ما بتستجابش، أو مجلس المدينة ما بيستجابش إلا لما بيتقدم شكاوي، والناس هنا بتعاني من ناموس، يعني الناس هنا بتعاني من ناموس، يعني بتعاني من ناموس، ونسبة أمراض الملاريا هنا بتعتبر 80% من الناس مصابة بمرض الملاريا. كانوا الأول بيجيبوا البرشام، دلوقتي ما بقوش يجيبوا، من 3 4 سنين ما بيجيبوش. الوحدة الصحية ما فيش فيها دكاترة ولا عربية أسعاف ولا علاج، يعني ولا علاج، يعني ما فيش غير ممرض والعمالة اللي هي موجودة فيها، ما فيش دكتور، ما فيش حد. طيب هنتكلم على مشاكل الوحدة الصحية، لكن احنا جايين بناء على الشكوى اللي انتوا قدمتوها للقناة الخاصة بوجود هذا المصرف. يعني الأهالي، أو كنا بنتكلم قبل التسجيل عن الرائحة الكريهة الموجودة، وأيضا الأمراض اللي بيسببها المصرف. يعني أتعرف بيك الأول. رجب السنيتي، من أهالي قرية كفر عطلة، مركز بنا، محافظة القليوبية. المصرف ده يعني بيسبب امراض كتيره للناس. في الصيف بيجيب لنا البعوض والناموس، بالليل الناموس بالليل الناموس وبالنهار البعوض. دول الاثنين دول بيسببوا امراض كتيره لاهالي الكفر عطله واهالي القرى اللي هم بيصبوا عليه. والمصرف ده جاي من محافظه القاهره، كجميع بالنسبه لجميع صرف محافظه القاهره بيصب في المصرف ده. وكانوا قالوا ان هم هيحولوا المصرف ده، النظام السابق كان قال ان هو هيحول المصرف للصحراء وهيمشوا فيه ميه حلوه. المصرف ده كان ماشي فيه ميه حلوه زمان، دلوقتي ماشوا فيه ميه الصرف الصحي. الكل لازم كل صيف لازم نشتكي للوحده المحليه والمجلس المدينه وهيئه الصرف الصحي علشان تجي لنا قرارات
بس تنظف قدام قدام البلد. وكنا سمعنا من رئيسة الوحدة المحلية ان جاي كيلو ونص امام القرية تغفيق امام القرية، ولكن طب من زمان، طب ايه امتى هيتحقق المطلب ده؟ واشتكينا المحافظ قبل من كده، واشتكينا للجهات المختصة، لدرجة ان احنا كان فيه لجنة دلهيا كانت تبع الصحة العالمية. طب الصرف الصحي بتاع القرية بيتصرف فين؟ برضه في المصرف ولا في شبكة صرف صحي موجودة؟ لا، ما هو كانوا قالوا جه السنة اللي فاتت كانوا قالوا ان في شبكة صرف صحي هنا، كانت هترفع الشبكة دلهية كانت هترفع لشبكة في بنا، ولكن ما فيش شبكة صرف صحي، فالناس بنصرف عليه كلنا. وموجود معانا سكرتير الوحدة المحلية الحاج أحمد، أهو سكرتير الوحدة المحلية، هو ممكن يفيدنا في الحاجات دي. طيب يعني أستاذ أحمد، الحاج أحمد سالم، أستأذن حضرتك. يعني حاج أحمد، المصرف، قصة مصرف أبو الأخضر، عرفنا أن المصرف بيمتد من مسترد في القاهرة وصولا إلى منطقة بحر البكر ويمر بالعديد من القرى، تحديدا قرية كفر عطلة هو قاسم البلد نصين، وفي منازل موجودة عن اليمين وعن اليسار، وبيسبب العديد من الأمراض زي ما أنتوا قلتوا قبل التسجيل، وبناء على الشكوى اللي أنتوا قدمتوها وانتشار البعوض والناموس. هي بلا شك أن دي مشكلة من زمان. هي بلا شك ان دي مشكلة مش وليدة النهاردة، دي مشكلة من زمان، دي مشكلة من زمان مش من النهاردة. واحنا بالنسبة للوحدة المحلية احنا قدمنا لمجلس المدينة والمحافظة وعندنا ما يثبت ذلك. احنا قاعدين بنشوف الحاجة اللي بيثبت ايه يا فندم؟ نعم، حضرتك قلت قدمنا ما يثبت ذلك. ايوه، بيثبت ايه بالظبط؟ بيثبت ان طلبنا ان يتردم الصرف دهوت على تغطيه، على اساس ان دهوت بيسبب فعلا مشاكل كثيره، والنهارده وبعد الثوره عموما ما ينفعش الا الصراحه في المواضيع دي. ما ينفعش ان احنا نجامل هنا او هنا او هنا، لان في وعي دلوقتي حاليا، واحنا مقدمين وقلنا طلبنا بناء على رغبه المواطنين علشان الامراض وعلشان جالنا الرد، جالي البحث في الطلب اللي انتوا قدمتوه، واحنا بنتكلم ومش كلام لازم. هل الطلب هو تغطيه الصرف ولا ردم الصرف بالاساس؟ تغطيه الصرف داخل الكتله السكنيه، بتبدا من بدايه السكن بتنتهي اللي هي التغطيه اللي احنا طالبينها لنهايه السكن، بيت الدكتور محمود وهو موجود امتداد كيلو. وبرضو يعني احنا هنبحث الموضوع ده تاني. كان الرد من الجهات المسؤولة او من المحافظة كان الرد ايه؟ كان الرد قبله كان انا قلت مش وليدة النهاردة، انا بقول المشكلة دي مش وليدة النهاردة، انا بقول احنا صعدنا، احنا بناخد رأي المسؤول ورأي اهالي البلد، رأي المسؤول ورأي اهل البلد. انا ما اختلفتش عن كلامكم، انا ما قلتش غير اللي انتوا بتقولوه. انا مش معارض معاكم في حاجه، انا مش معارض. اذا كان بيسيبكم ضرر على الجميع، واحنا بنعدي عليه كل يوم، وانا ما اختلفتش معاكم في كلامكم وما عرضتش حد في كلامه. ديت لمصلحة الجميع مش لمصلحة فرد معين. وفعلا ان ده الضرر ما بيصيبش المواطن بس، بيصيب الأجهزة. تعالوا كده. لو نطلع لقدام شوية كمان عشان بس اتفضل. انما احنا الضرر ما بيصيبش المواطنين بس، كمان الضرر اللي انا سمعته بيصيب الاجهزه في البيوت، وبعدين الكلام اللي احنا بنتكلمه ما فيش اختلاف مع المواطنين. يعني معنى ذلك نستطيع ان نقول ان هناك نيه لتغطيه هذا الصرف الصحي او مصرف ابو الاخضر اللي موجود. وانا بوعدك قدام المواطنين كلهم ان احنا نبحث المشكله ديت ونشوف
الطلبات اللي احنا قدمتها وصلت لحد فين، وبنتابع ومع المواطنين على يدهم. طيب انا هكمل. كان في مشكله وجاي امبارح فيها، قمنا على اكمل وجه معاه وخرج مرضي. طيب هنرجع لمشاكل الاهالي او رصد المعاناه من جانب الاهالي. اتعرف بيك. كلمه من سيادتك. احنا بالنسبه والناس دي تعرف كلها، عندنا رئيسه وحده ما بتونش عن اي شيء، شغال. وطلباتكم احنا مش جايين نتكلم في ورا، مش جايين نتكلم في رئيس واحده. تعالى جنبي، بلاش ورا. رضا، رضا صبيح من شبكه فرع طله. دلوقتي احنا سيادتك دي مشكله من زمن، احنا اتولدنا لان المشكله دي موجوده ومش هتتحل المشكله دي. ماشي، احنا دلوقتي خلاص. المصرف ده موجود بقاله قد ايه؟ مصروف من قبل ما احنا نتولد، من زمن الزمن موجود، من زمان يعني. اجدادنا لقوا الحاجه دي موجوده، والمشكله دي موجوده من زمن، واللي مسؤولين اللي بيقول لك احنا عملنا ما عملوش حاجه، ومحدش بيسال فينا، لان المواطن احنا اول ناس بتنضرب من الموضوع ده، ولادنا وابهاتنا. الاضرار اللي المفروض بيسببها المصرف لاهل القريه، كان في حد بيقول يعني، كان في مسؤول الوحده الصحيه، انا ما اعرفش وقت التسجيل يعني هو اختفى تماما، يعني كان بيقول لي ان المصرف بيسبب مرض الفلاريا او داء الفيل، صحيح الكلام ده ولا؟ حصل في كذا حاله في البلد، يا استاذ كريم، في كذا حاله في البلد. هكمل معاك بس اخد مسؤول الوحده المحليه بقريه كفر عطله. لا، مسؤول الوحده المحليه وانا الوحده الصحيه. الوحده الصحيه عفوا. يعني قبل التسجيل حضرتك قلت لي ان المصرف الصحي بيسبب العديد من الامراض، اهم هذه الامراض اللي انتشر بالقريه هو مرض الفلاريا او داء الفيل. داء الفيل اللي هو عن طريق الناموس اللي بيجي يطلع من قلب البحر. الناموس غير البعوض. الناموس ده منتشر جامد، وبعدين الناموسه تزن من 8 كيلو فيما فوق. دي بتقرص المريض لانها بتاكل المؤاخذه من قلب البحر، وبتقرص المريض، بتنقل العدوى له، بتجيب له مرض الفلاريا اللي هو داء الفيل. الرجل بتحصل لها تجلط في الاورده كلها، فطبعا ده من ضمن الامراض. وجميع في تقارير طبيه اثبتت ان السبب هو وجود المصرف. في حالات في البلد كتير. الوحده الصحيه واقعه على المصرف، والوحده الصحيه اجهزتها كلها عطلانه من سبب المصرف. جميع الاجهزه وجميع الالات اللي هي لمؤاخذه بتاع الاسنان كلها تقلع، كلها مصديه. الالات كلها مصديه، ادوات الاسنان اللي بتستخدم في مفروض التعقيم وتستخدم في علاج الاسنان، الاجهزه كلها مصديه. كلها بسبب البحر. فطبعا دلوقتي حضرتك برضو كنت بتقول ان الحنفيات بتاعه الوحده الصحيه كلها صدت، وفي يعني كمان في طبقه سوداء موجوده عليها. يعني عندي لما تيجي الميه ولقيت الميه والحاله اللي يعني بالنسبه للحنفيه مصديه، هتنزل ايه بقى من الحنفيه؟ ميه سوداء زي الطين. احنا بنشكر السيد المحافظ ببحث المشكله ديت. السيد المحافظ يا المفروض مشكورا، لان ده بيسبب فعلا بناء مع المواطنين. ما بنكملش حاجه، مش علشان انا مسؤول الوحده المحليه بدافع عن مسؤول. احنا بنناشد السيد المحافظ مباشره ان يشوف المشكله دي بتاع الاهالي قبل ما تتفاقم، ودي فيها توفير للدوله، توفير ادويه، توفير الحفاظ على الصحه العامه، الحفاظ على الاطفال، الحفاظ على الاجهزه. تمام. طيب انا هستكمل حديثي مع الاستاذ. اتفضل حضرتك، بتقول لي في حاجه معينه عاوز تقولها. صحيه بتعالج الامراض، اما يكون هي سيادتك شايف الزباله دي، احنا كده ما حلناش حاجه. وحده صحيه وقدامها زباله وبصرف صحي زي ما انت شايفه كده، ومحد دلوقتي سيادتك ده مسؤوليه مين اللي يشيل الزباله ديت؟ وحده محليه اللي لك احنا بنونش. لا، هم بيونوا وما بيعملوش حاجه هنا خالص. ناشدنا الحاجه صباح بيجيبوا مثلا حاجه صباح، دي مسؤوله الوحده المحليه، رئيسه الوحده المحليه، جبناها وبنناشدها وبنروح لها وبنقول يا حاجه ارحموا انجدونا. يعني اقل حاجه يعملوها عمليه تطهير المصرف
لان حضرتك الزباله دي طول ما هي موجوده موجود ناموس. الاجهزه الكهربائيه كلها بايظه بلا استثناء. كل طب ايه علاقه الاجهزه الكهربائيه بوجود المصرف؟ بياخد منه غازات، بيطلع منه غازات وحاجات بيطلع على الاجهزه بيبوظها، وكلنا عانينا من الموضوع ده. في حد متخصص قال لكم المعلومه دي؟ ايوه في ناس، في ناس كهربائيه في الموضوع يا استاذ كريم. عاوزين الصراحه، عاوزين ايه يا استاذ كريم؟ في ناس كهربائيه عندنا في البلد وعرفوا ان سبب الحاجه ديت هي الاجهزه، هي الغازات اللي بتعمل الصرف ده، واحنا نشدنا المسؤوليه وجرينا واتحركنا، سواء وحده محليه، سواء مجلس المدينه، سواء وزاره الصحه او وزاره البيئه، ومحدش سال فينا ليه. طبعا كنا في ظل نظام قديم كانش ينفع فيه الا الوساطه والناس الكبيره. احنا طبعا ماكينين بلدنا ما فيش فيها مسؤول كبير، ما حدش عامل لنا حاجه. لو سيادتك تبص للقاهره الكبرى. طيب اتعرف بيك. ايوه عصام عبد المنعم. قاعد الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عصام عبد المنعم، من البلد، من القريه، من اهل القريه دي. معلش احنا هنجيب بقى من، مش من القديم قوي لا. اولا معلش في النظام القديم كنت انا عضو مجلس محلي، قدمنا كذا شكوى بالنسبه للرشاح ده، وسجلنا مع قناه او ان تي في وراك هنا برضه، سجلنا مع قناه المحور، وانا طلعت اتكلمت برضه ونفس الكلام اللي انا اقوله لسيادتك ده. يعني قدمنا طلب من زمان، كانت النتيجه بتاعته ان هم حتى رفضونا من الحزب الوطني. قلنا ان الرشاح ده جميع الامراض، رشاح المفروض اسمه رشاح ابو الاخضر، ده بيمتد من مسطرد في القاهره حتى بحر البار بالشرقيه. بحر البار تمام. دلوقتي المفروض اولا انت شفتك مش مجاري فقط لا غير، لا دي كلها مخلفات مواد كيماويه مصانع. وانا بسالك، او انا لما بقول لك دلوقتي بقول لك انا الاول كنت قاعد في الشقه هنا جنبيها على طول. اتحداك واتحدى العالم كله، اي حاجه فضيه، اي عمله، اي حاجه بتتحط دي معروفه. احنا استحملنا لدرجه ان الاطفال عندنا دلوقتي احنا بنقول، لان احنا وعينا على ايام ما كانت المياه نظيفه وعملنا فيها وكنا بنعمل اللي احنا عاوزينه. النهارده احنا لما قلنا في الوحده المحليه يا استاذ، احنا قلنا من 15 سنه بنخاطب الوحده المحليه، بنخاطب مجلس المدينه، وبنخاطب الدنيا كلها، وطلعت ميزانيه بعد موافقه مجلس المحل وبعد موافقه مجلس المدينه من 12 سنه، وانا اللي كنت مقترح هذا الاقتراح بان هم سيادتهم مش هيغرموا كتير. هم سيادتهم من اول هنا بمعدل كيلو فقط لا غير اللي بنطلب منه، يجيبوا مواسير. انتوا بتطالبوا اصلا التغطيه تكون في المنطقه السكنيه، المفروض الرشاح او المصرف الصحي بيعدي بين المنازل او البيوت فقط. وحاجه ثانيه بقى، ده انا اقول على حاجه مهمه جدا قلتها من زمان. احنا قلنا سيادتك هيحط المواسير، هيحط المواسير من هنا لحد اخر البلد. ثانيه واحده يا استاذ احمد معلش، اصل احنا شايلين البلوه دي ما عادش شايلها لحن الكلام كل ده. مش عايز اقول لك عيب لما نقول الكلام ده، لا كل اللي بيقولوه ما بينفعش. انا قلت في مجلس المدينه من 12 سنه واحنا واقفين، قلت نقترح ان احنا نسد من عند الكوبري ده كيلو واحد بس، واللي هيحصل هتحط لي مواسير وانا هخلي اولاد الناس كل اللي على الطريق ده هو هتردم، ودخلني مجلس المدينه يعمل لي محلات من هنا لحد الكيلو وقسمها لي، هتعملها لي ثلاث محلات واجرها والدوله تستفيد منها. ايوه كان الرد ايه؟ ما حدش قال لك التكلفه مثلا هتكون مرتفعه، في دراسه للموضوع، ولا ما كانش في اي استجابه او اي رد من الطرف الثاني؟ النتيجه في النهايه ان كان في ايام الحزب الوطني، كان النتيجه ان انا تم رفضي او شيلي من الحزب الوطني. لا مبالاه يا استاذ كريم، انت الكسبان. ما انا الكسبان. انا بتكلم، انا نفسي بجد نفسي تعملوا حاجه. اصل احنا الجيل بتاعنا احنا خد سنه نظافه شويه، وبعدين احنا سيادتك كنتوا انتوا معلش القريه اللي انت شايفها فيها الزباله دي والقرف ده كله، اتحداك انت عندك ان كان عندك، انت قاعد في القريه مش شايف حاجه، ما انتش عندنا دكاتره اولادنا احنا، وانا مدير مدرسه النهارده، والناس دي كلها عندها دكاتره وعندها مهندسين وعندها ناس في الاذاعه والتلفزيون وكل حاجه، فحرام اللي انتوا تسيبوه. سكان القريه قد ايه؟ لا ده 30,000 فرد او 30,000 نسمة مكافرة عطالة، ده مصيبه ديا، كارثه كارثه. طيب التوضيح من جانب حضرتك باعتبارك مسؤول الوحده المحليه، والمفروض الطرف الثاني المسؤول اللي معانا المفروض المحافظه او فادته لينا. احنا دور الوحده المحليه ان هي بتقوم توصل شكاوى المواطنين للمسؤولين، سواء مجلس المدينه سواء المحافظه، وهم بيستكملوا اجراءات وينفذوا طلبات المواطنين. معنى ذلك انك ليست جهه تنفيذ؟ لا مش جهه تنفيذ، احنا جهه ان احنا بنوصل مشاكل الناس للمسؤولين. طب هل يعني بالفعل تم تقديم طلب هؤلاء الاهالي بتغطيه هذا الرشاح والمصرف الصحي للمحافظه؟
موجودين والمواطنين ممكن يطلعوا على التاريخ والطلب وكله. كان من كام سنة؟ ده المشكلة دي من زمان زي ما قال لك. الطلب نفسه، الطلب اللي تقدم المحافظة كان من كام سنة؟ مش طلب واحد، كذا طلب. آخر طلب متقدم من حوالي 6 أشهر أو 7 شهور. ما في طلبات بس ما فيش استجابة. ما دي مش مشكلة الوحدة. وبعدين عندك إدارة الصرف الصحي وعندك التطهير وعندك كل ده هوت. الوحدة المحلية مش بتقوم. مش يا أستاذ كريم، لو سمحت لو سمحت احنا مسؤول. ايوه فين فين بقى شيل الناس الحاجات، فين الزباله بتاع دور الوحده المحليه في الزباله دي؟ اولا ايوه فين دور اولا. طب يعني يا استاذ احمد بيقول طالما ان الوحده المحليه مش مسؤوله عن تخطيط المصرف لكن ليها دور تاني اللي هي تشيل القمامه وتطهير المصرف، هل الوحده المحليه بتعمل كده بالفعل؟ ممكن يوميا بيروح يوميا. اولا بالنسبه للمصرف والحاجات اللي على الجهتين من الجسر ده والجسر ده، دي مسؤوليه التطهير عشان المواطنين يبقوا عارفين، مش مسؤوليه التطهير للري بتوع الري. والري مين مسؤول عن الري يا استاذ احمد؟ مسؤول عن الري. دي مش ترعه ري، دي احنا دور الوحده المحليه. الزباله اللي هم بيتكلموا فيها عندنا ما يثبت ان يومي. يعني اذا انت تخلي مسؤوليتك انك مش مسؤول عن تطهير المصرف او تخطيط المصرف. احنا مسؤولين عن كل شيء، بس جهه تنفيذيه في جهات تنفيذيه. يعني مصرف زي ده عاوز يطهر، المفروض مجلس المدينه او الوحده المحليه هي المسؤوله ان هي تشيل حاجات زي كده. أيوة احنا مسؤولين عن الزباله مش مسؤولين عن التطهير. ليه؟ في كراكات، في اجهزه مخصوصه لدي. في كراكات بتيجي تشيل الزباله؟ في كراكات بنبلغ الري لو في مشكله في الري، بنبلغ الطرق لو في مشكله في الطرق، وعندنا ما يثبت الكلام ده. عندنا ما يثبت. طيب يعني اذا يعني رد حضرتك واضح انك بتؤكد انك ليست جهه تنفيذ وان دورك بس تقديم الطلبات للمحافظه. طيب حضرتك اتكلمت، ناخد راي حد تاني. اتفضل. يا واحده مصر يا عم، دي واحده يا بيه، ده مصرف عمومي بحر البقر، يعني في الخرطه موجوده ده مصرف مو بحر البقر، يعني الخرطه موجود في الخرطه. استنى يا بيه، دي حاجه من الدريه. ده مصرف عمومي بحر البقر بقاله 50 سنه، وبالمنظر ده احنا بنتعيب من الناس. الجيران بيعيبونا على الغم اللي موجود ده. الثلاجات بايظه، الكهرباء بايظه، كل شيء بايظ عندنا. هو ده من الدريه بقى يا باشا، ده موجود في الخرطه. يعني ماشي، والحل مش في ايدنا. يا استاذ كريم استنى يا عم، هو الحل في ايدنا احنا. دي حاجة معروفة واضحة في الخارطة موجودة، والغم ده موجود. طيب يعني هل هذا الـ 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 المصرف يستخدم في ري الأراضي الزراعية اللي موجودة؟ لا 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 لا، بس عم يا بيه يا بابا شيلنا بس ماشي بعد اذنك يا استاذ محمود. يا استاذ بص، ده مصر معروف يا بيه، ده معروف الناس كلها عارفه، على مستوى الجمهوريه معروف. هل ده وضع اللي هل وزير البيع مش عارف؟ وزير البيع مش عارف، مش محتاجه وحده محليه ولا مجلس قري ولا مجلس محلي. وزير البيع مش عارف ان ده مصر عموما بحر البقر، ده الغم ده موجود فيه الاطفال والعيال، دي حاجه معروفه على مستوى الجمهوريه ومن 50 سنه بنفس النظام ده. انا اسمي سبحان عبد الحميد من كفر عطا الله. حضرتك استاذ احمد قال نقطه، قال ان الوحده المحليه مش مسؤوله عن شيل القاذورات اللي على المصرف. الوحده المحليه مسؤوليه كامله عن كل القاذورات وكل اللي بيحصل للمصرف. ماشي حضرتك. وفي حاجه، الخمس كره لا، مهما قالوا حضرتك الاضرار مش لا تكفي. الخمس كره اللي المفروض المصرف بيمر بينهم كفر الشيخ ابراهيم، عزبه تل الدوش، كفر عطله، ابو عياد، وما يجاورها من جميع العزب والكره، يعني ما يجاورها. فحضرتك احنا نوضح نقطه بس اللي هي ايه، اهم من المصرف، في مفيش اهم من المصرف. في حاجه، الميه الشوربه حضرتك نفسها اللي هي يعتبر من الوحده المحليه، اللي هي ميه الشرب اللي الناس بتشربها كلها، اللي هي من الوحده المحليه، بنقعد فاتحين الحنفيه 3 ساعات حضرتك عشان نشرب ميه، ويزيعوا في الجوامع يقولوا الميه مسممه، بلاش تشربوا منها. طب والميه دي محسوبه على مين؟ هل في اختلاط بمياه الشرب بمياه الصرف الصحي؟ دي تنقاء من وحدة المحلية، المفروض ينقي الفلتر. والخزانات دي كلها احنا اللي بندفع حسابها، يعني هم الفلتر ده
من غير المايه دي وحشه جايه وحشه. احنا بندفع بنفتح الحنفيه لمده 5 دقائق، بنفتح الحنفيه لمده 3 ساعات عشان تنزل ميه شرب. مين اللي بيتحاسب على المايه دي؟ اهالي الكره. مين اللي بيتحاسب على المايه دي؟ من ساعه الشركه القابضه ما خدت المياه الشرب والناس الاضرار دي كلها. عندنا محطه تنقيه في كفر الشيخ ابراهيم، عندنا محطه تنقيه في باتنده، وما زالت المايه لا تصلح للشرب. وممكن حضرتك تاخد عينات من اي مي من اي حنفيه مياه شرب في كفر عطله او جميع الكره المجاوره لمحطات المياه باتنده او كفر الشيخ ابراهيم، حضرتك تحللها تعرف ان مياه الشرب لا تصلح. ويزيعوا في الجوامع يا جماعه بلاش تشربوا ميه الحنفيات، المياه مسممه، المياه فيها مش عارف. حضرتك دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه مين المصرف؟ مسؤوليه مين ان احنا وحده محليه مفيش فيها العلاج ولا اجهزه ولا فيها؟ طيب حضرتك باعتبارك مراقب صحي عمال تقول لي انك لحظه هخليك تعقب لحظه واحده حضرتك. طيب ثواني، طب انت اتكلمت ثواني، حضرتك بتقول لي كل الكلام ده غلط، ايه الكلام الصح؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد طبعا بنرحب بقناه الجزيره وكفر عطله. طبعا بالنسبه للوحده الصحيه بكفر عطله مش مظبوطه في شغلها. كل ما حضرتك شغال ايه؟ انا مراقب صحي في كفر الحمام، اسم عربي جولة طه حجازي، قريه كفر الحمام. بالنسبه لوحده الصحيه بكفر عطله كل اللي يروح يقطع ورقه يقول لك. حضرتك جايين نتكلم على مشكله الصرف الصحي مش مشكله الوحده الصحيه. حضرتك قلت له كل الكلام اللي بيقوله غلط، ايه الكلام الصح اللي عندك؟ عمليات الميه الموجوده ان كانت في كفر الشيخ ابراهيم، في الشموط، في مرصفه، في صندنهور، في شبلانجه، بيطلع منها عينات بتروح المعامل المركزيه، عينات ميه بناخدها في كل اسبوع. بناخد عينات من عمليات الميه بناخدها كل اسبوع، كل يوم بناخدها المعامل المركزيه. صلى على النبي. وبالنسبه طيب العينات اللي انتم بتاخدوها بتحللوها النتيجه بتاعتها ايه؟ النتيجه بتاعتها مظبوطه. واي واحد انا هقول لك يا استاذ كريم، يعني المفروض العينات. طب هل في تقارير معاك تثبت ان الميه اللي بيشربها الاهالي من القرى دي سليمه مش بتختلط بمياه الصرف الصحي اللي موجوده؟ انا بتكلم بالنسبه يا عم، عاوز اعرف اتكلم يا عم. انا بتكلم بالنسبه للوحده المحليه للوحده الصحيه بكفر الحمام اللي انا مسؤول عنها. لا يبقى احنا بنتكلم على كفر عطله، بنتكلم على كفر عطله. شكرا، احنا بنتكلم على كفر عطله. طيب انا ظابط بالمعاش بالقوات المسلحه. لو سمحت استنى، لو سمحت انا ظابط بالمعاش بالقوات المسلحه. دلوقتي معظم الاطفال بتاعتنا بتجيلها الملاريا. تعالى فين شغل الوحده الصحيه؟ فين؟ احنا في الصيف الناموس ما تشوفش جسم الواد من الناموس. نعدل نفسنا الاول. ولادنا كلها جات لها ملاريا، ما فيش حد مسؤول عن البلد عن الوحده الصحيه، ما فيش رش، في عربيات ما بترشش، العربيه اللي بتاع الدخان ديت ما بترشش، ما فيش شغل الوحده الصحيه خالص. الميه عندنا هنا يعني لا ميه ولا كهرباء، يعني الميه ولا الكهرباء. طيب حضرتك بتقول جوز بنتك اتصاب بمرض الفلاريا او الملاريا. طيب في تقارير بيثبت ان السبب في اصابته بكده هي الميه؟ امراض بتيجي برضك من كده، من الميه، من الاطفال هنا. اولا الميه مش تبع، اولا كلهم بيتكلموا على الوحده المحليه ان الميه تبع الوحده المحليه، هي مش تبع الوحده المحليه حاليا، تبع الشركه القابضه بتاريخ 15/12 بتاريخ 15/5/2012. حاليا دلوقتي احنا مش مسؤولين عن نظافه الميه، ولو لقينا الميه هم المسؤوله الشركه اللي خدتها، انما لو لقينا الميه غير صالحه تعالوا شوفوا احنا عاملين ايه فيهم. تعالوا وما بنعتمدش غسيل الا مندوبين عندنا. انت معايا؟ طيب دلوقتي عاوزين نعرف المطالب بتاعتكم كاهالي قريه كفر عطله. مطالبنا واحد، حضرتك مصرف كفر عطله، واحد مصرف كفر عطله. حضرتك مطالبنا اول واحد ورقم واحد حل مصرف كفر عطله، احللنا حل في المشكله دي. رقم اتنين حضرتك مياه الشرب
الموجودة في كرة المجاورة، مياه الشرب الموجودة المجاورة لمحافظة بنا، كفر عطلة، كفر الشيخ إبراهيم، بتندة، مياه الشرب، كفر الحمام، مياه الشرب، رقم ثلاثة حضرتك الوحدة الصحية، إسعاف، دكتور. ادي الميه حضرتك، تعالى الاستاذ احمد يقول الميه لو تسمح. الاستاذ اسمه ايه اللي كان هنا؟ ادي حضرتك الميه اللي بيقولوا الميه تصلح ومات الشرب غير صالحه نزلها تحت سيدنا رضا. ادي ميه الشرب حبيبي. بس انا شايف ان الميه سليمه يعني ما فيهاش. بص حضرتك الميه استنى يا استاذ رضا، ثواني ثواني يا استاذ رضا، يا استاذ رضا، يا استاذ كريم، حضرتك يا استاذ كريم كتقول او كراجل استاذنا الفاضل ومشكورا قدرت تيجي تشوف مشكله كفر عطله، هل دي ميه تصلح لحضرتك تشربها؟ سؤال لحضرتك بقى. لا في رواسب فيها باينه بالفعل. يعني حضرتك هل تصلح ان حضرتك تشربها؟ هل دي ميه كفر عطله ودي ميه يعتبر نظيفه للكره المجاوره لكفر عطله؟ ماشي. انت شفت حضرتك الميه دي؟ ايوه خلاص شفت حضرتك الميه دي؟ دي نظيفه. بتيجي الفواتير، الفواتير بتيجي ب 100 و200 جنيه على البيت. البيت مش فواتير. انا بقول لك يعني البلد ما فيهاش. يا استاذ كريم احنا بنتكلم، يا استاذ كريم احنا بنتكلم المصرف. يا جماعه يعني اشكركم جزيل الشكر مشاهدينا نظرا لصعوبة استكمال هذه اللقاءات بسبب عدم التنظيم وهذه الحالة من التكالب على الحديث من جانب أهالي كفر عطلة. إذا كانت هذه مجموعة من اللقاءات معهم، حاولنا أن نتعرف على أصل المشكلة وهي المعاناة التي يعاني منها أهالي كفر عطلة بسبب وجود هذا المصرف الصحي أو الرشاح، رشاح أبو الأخضر الذي يمتد من منطقة مسترد بالقاهرة وصولا إلى منطقة بحر البقر. أكد عدد من الأهالي بحسب آرائهم وقولهم أن هذا المصرف يسبب العديد من الأمراض والأضرار، أهم هذه الأمراض مرض الفلاريا الذي ظهرت العديد من الحالات بهذه القرية. إذن مشاهدينا نشكركم على حسن الاستماع.